يمكن انت بتفكر انه الشيطان اللي بيشتغل فيك وقاعد بوسوس لك حتى يدفعك للمعصية ويبعدك عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، انه بيشتغل من راسه لحاله وكأنه يعني شو بيطلع معاه هي وبيطلع، ولكن الحقيقة بانه هذا الشيطان بيشتغل معك ضمن اعمال منظمة وهيئة ادارية ومتابعة لكل عمل من اعماله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا. يبعث سرايا يعني بيبعث الجنود، بيبعث جنوده من الشياطين. إذا الشيطان عندما يجيك حتى يوسوس لك هو مبعوث خاص نص لإلك حتى يضلك، واللي بعته هو سيده إبليس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيكمل قوله: فأدناهم منه أي من إبليس منزلة أعظمهم فتنة. يعني أكتر واحد قريب لإبليس وبتقرب للسيد والرئيس تبعه هو أكتر واحد بيفتن الناس. إذن في مكافآت، يعني أنت قديش بتغوي بني آدم إلك مكافآت وقرب مني إلي اللي أنا سيدك اللي هو إبليس. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عن هذه المملكة الإدارية لإضلالك: يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، أي شيطانك بيجي لإبليس وبيعرض الأعمال اللي أنتجها، فيقول ما صنعت شيئا. أي إبليس برد عليه بيقول له ما صنعت شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول النبي فيدنيه منه ويقول أنت، أي أن هناك مكافآت وقرب من السيد والرئيس له إبليس بقدر إغواء فتنته لإلك. فإذا لازم تحذر بأنه إبليس عندما بيشتغل مع الشياطين، شياطين جنوده هو اللي بيرسلهم، هو اللي بيوجههم، وهو اللي بيعمل عملية مراجعة لأعمالك. ما تستهين بالشيطان اللي بيوسوس لك، لأنه شيطان مش من راسه بيشتغل، ولكن شيطان موجه توجيه دقيق، وكأن هناك هيئة إدارية لمراجعة أعمال الشياطين في إغوائك.